برحمة الله تعالى يوحنا العاشر بطريرك مدينة الله أنطاكيا العظمى وسائر المشرق. نحن يوحنا العاشر بطريرك مدينة الله أنطاكيا العظمى وسائر المشرق، بالنظر للكمالات التي تحلت بها حضرة السيدة كاترينا بورا سفيرة دولة اليونان في لبنان، وللخدمات التي أدتها نحو أمنا الكنيسة الأنطاكية المقدسة، قد منحناها وسام القديسين بطرس وبولس هامتي الرسل ومؤسسي كرسينا البطريركي الرسولي من درجة أولى كوماندور كبير، وأذن لها أن تتقلد إشارات وسامنا هذا. وبيانا لذلك أصدرنا براءتنا هذه موقعة بتوقيعنا وممهورة بخاتمنا. حرر في دمشق بتاريخ 7 من شهر آذار للعام 2015 يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق.